السلام عليكم متابعي ماما سي حبيبه ام ولادي. كنرحب في كل يوم في واحد الفكره خارج الاطار ديال العيد. دونك فكره ديال البطيله ديال الدجاج اللي كتجينا معلكه قباله ناشفه ما فيهاش لدم، مي كتجينا معلكه من الداخل. دونك في الاول راني متحذف لي الفيديو شرملت هاد الدجاج باش بسكين كبير لي بزار. انا خديت 4 ديال الصدور، درت نص معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، وربع معلقه ديال الابزار، وعويد ديال القرفه. زدت عليهم هذيك واحد الضويمه ديال الزعفران. دونك غادي نشرمل هاد الصدور ديال الدجاج، ندخل فيهم هاد العطريه وغادي نحطهم على جنب واحد اونور بحال هكا. انا ما درتها، شرملتهم مع الصباح وجدتهم، غادي ندير لهم حتى ما غادي نوجد البطيله حتى العشيه. ماشي ضروري انك تخليهم دوك طيب بحال هكا، مي على الاقل خاص هذاك الدجاج يتشرمل ويشرب لنا العطريه ديالته. دونك غادي نحطهم دوك طيب وغادي نرجع معكم من بعد. درت هذه الرخيصه اللي درت، دونك غادي نشعل عليهم البوطه دابا، ماشي غادي نبداو الطياب. غادي نزيد واحد تقريبا واحد ربع معلقه صغيره ديال القرفه. ديجا درت عويد، زدت عليها شويه، ما بغيتهاش تجيني لا كولور ديال المرقه كحله. غادي نزيد هاد الحبات ديال المسكه الحره وهاد ثلاثه ديال الصفوف ديال الثوم. غادي نزيد عليهم دابا الزيت. انا الزيت هنا اللي درت تقريبا واحد نص كاس ديال واحد ربع كاس ديال الزيت البلدي اللي درت. غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال الزبده هاد لي دم، لان غادي يطيب لي فيه الدجاج، غادي يطيب لي فيه البصله، غادي يطيب لي عاوتاني، لان ما غادي نحتاج بزاف لي دم باش نطيب البيض ديالي. غادي نخلي هادشي يتقلى لي ونرجع معكم. غادي نزيد واحد جوج ديال حبات بصله، انا مقطعه غير هكاك حبات صغيره ماشي كبار اللي زدت هنايا، لان مازال غادي نزيد البصله مازال اللي غادي تكون ليا كتغميره لهاد الدجاج وهاد البصيله. بعد ما تقلى لي الدجاج وديك البصيله، زدت هنايا تقريبا كيلو ونص تاع البصله مقطعه، واحد معلقه ديال المعدنوس مقطع حتى هي، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال السمن، معلقه كبيره ديال السمن، وغادي نخلي هاد البصيله ديالتي طيب على مهل، ومن بعد غنرجع معكم. خدات الوقت ديالها فاش طابت لي هاد البصيله وهاد الصدوره ديال الدجاج. دابا غادي نزولوهم ونحطوهم على جنب ونخليو البصيله ديالتنا غادا تغمر بشويه بشويه، لا ما غاديش نجهد عليها الغطا، غادي نزول بعدا على الطيرات، غادي نخليها تغمر بشويه بشويه، وانا تنمعكها بهاديك لاسباتول حتى تولي لنا معلكه. غادي نزول حتى داك العويد ديال القرفه، وتابعوا معايا المراحل.
غادي نزيد واحد المعلقه ديال الزبده هنايا، ما تخافوش راه اللي دام كله غادي نصفيه وغادي نحيدو. راه واخا كيبان لكم اللي دام راني درت اللي دام راه ما كيبقاش، غادي نزيد جوج معالق ديال 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 كبار ديال السكر، والحلاوه كتبقى اختياريه. وغادي يبقى لي معلقه ديال كبيره ديال الماء الزهر حتى التالي غادي نديرها. الحلاوه انت كتحكم فيها، بغيتي تزيدي بالحلاوه بغيتي ديري العسل حتى التالي عاد ديري. انا درت هنايا كتفيت غير بجوج معالق كبار ديال السنيده، خليتها كتغمى لي في ديك البصيله. دابا زدت معايا الماء الزهر، ما ديروش الماء الزهر في الاول لان كيعطي واحد المذاق مر، دونك حتى التالي عاد درتو. ودابا غادي نوجد البيض ديالي باش نطيبو في هذيك البصيله المدغمره ديالي. انا هنايا درت 12 بيضه، ما كبرش بزاف مي كبر من 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 الصغار يعني فايت المويه، مي 12 بيضه. شوف على حسب البسطيله الزينه اللي باغا ديري. غادي ندير هذا البيض، البوطه غادي تكون شويه عندي عاليه فوت من لا مويان، وبهذيك لا سباتول ما خصنيش نحبس من التحرك حتى يطيب لي البيض ديالي. وتابعوا معايا هاد المراحل. هاد الاثناء راني درت اللوز يتحمر في الزيت البارده، درت دابا هذيك التغميره ديالتي درتها كتسقطر، وغادي نفرتت هذوك الدجاج، غنحيد منه هذوك شويه ديال الصدر اللي باقي لاصق فيه، وغادي ندوز للمونتاج. اللوز ديالي تحمر وطحنته، غنزيد عليه جوج معالق ديال السكر كلاصي، معالق هذوك راه ماشي معالق كبار، لي معالق صغار. كما قلت لكم الحلاوه كتحكموا فيها، انا ما درتهاش حلوه نهائيا، تقريبا واحد ربع معلقه ديال القرفه. هذا اللوز، اللوز ديجا حمرته، غادي نزيد عليه كما قلت لكم انا هذاك اللي دام قطرته كله حيدت منه الميده، ولكن باش ما تجيناش يابسه من الداخل وما تجيناش دايره، غادي ناخذ شويه ديال هذاك اللي دام باش كيعطيني التهليكه لذاك اللوز، وكتجينا معلكه من الداخل مي ما فيهاش لدام. هذاك راه مخلط ما بين الماء ديال البصله وميم طو ما بين الزيت ديال اللي حيت اللي طافيه. غادي ندوز دابا للمونتاج ديالها، ما غادي ندير حتى شي حاجه لا زبده لا والو، غادي ناخذ غير لدام ديالها اللي صفيت منها، هو اللي غادي نستعمل باش غادي نورق هذيك لاباط فيلو اللي عندي. انا مستعملت هنايا الورقه ديال الفيلو هي اللي استعملت، دونك هذوك الوريقات غادي نبقى ندهن بهم، ندهن اي ورقه لان خاصها تجيني كروستيونت من الداخل. غادي تبعوا معايا هاد المراحل لان مهم، راه قد ما درنا الورقه من التحت ما تخافوش منها، راه كتقطع لانها غير مع الكونتاكت مع الليغ راه كتيبس وتتقصح، دونك ما تخافوش منها. ومن بعد راه كتصاوب غير بوحديتها، غادي ندهنها كلها مي الدهين لي اوبليغاتوار. علاش؟ لانه هو اللي غيعطينا القرمشه، فيما نحطو شي ورقه غادي ندهنوها ونقادوها. وتبعوا معايا المراحل حتى نكمل المونتاج.
غادي نبدا دابا بالدجاج ديالي اللي ديجا وجدته. علاش درت الدجاج؟ لان غادي نقلبها في الاخر، راه هذاك هو الوجه ديالها، الدجاج اللي غادي يجينا هو الفوقاني. غادي ندير هاد لي مورسو ديال الدجاج اللي درت، غنوزعهم يعني مساوي. غادي نزيد عليهم هذيك البصيله والبيض، كما كتلاحظوا راهم ناشفين، ما فيهمش ليدام نهائيا. دونك غادي نوزع عليهم هاد التخميره ديال البصيله والبيض، وغادي نزيد دابا اللي باقي لي هو اللوز. اللوز غادي نفرقه يعني بالتساوي، ومن بعد غادي نتصدها وتبعوا معايا هاد المراحل. بعد ما كملت التجميع ديالها غادي ندخلها الفران على حرارة 300 فرنهايت، يعني لو بلو با في لا تمبيراتور ديال الفران. غادي نخليها طيب على مهل، ما غاديش نزرب عليها حتى تحمر لي على خاطرها. ها هي خرجتها كروسيون، تقلبت على الظهر ديالها. هذوك اللوز ايفي اللي حمرته في الفران كذلك، كما قلت لكم هذا راه الوجه ديال يعني الجهه ديال الدجاج الفوقانيه. غادي ندير غير شويه تقريبا، غير واحد هكا هي باش يلصق لي هذاك اللوز، غير شويه ديال العسل من الفوق. كما كنعاود عاوتاني الحلاوه كتحكموا فيها كما كيبغوا الشهوه، يعني لي زونفي كيبقى لكم نتوما اختيار.
ناكلوا الحلاوه كتحكموا فيها كما عجبتكم. انا درت غير هذاك شويه باش يزق لي فيها شويه ديال اللوز افيلي. وكما تنقول لكم انا ما عنديش مع داك الشيء ديال الديكور، لكن عندي مع شي حاجه اللي سميتها البنه والجوده، هي هذه اللي عندي انا. دونك غادي نكملها وغادي نقطع واحد الطريف كيفاش غادي تشوفوه من الداخل. جات غزاله معلكه مي ناشفه من اللي دام، غزاله. نتمنى على الله انكم تجربوها، نتمنى على الله انكم ما تنساونيش من اللايكات ومن البارتاج وتفرجوا وتفيدوا معاكم الناس اللي الناس اللي عزيز عليهم شي حاجه اللي بسطيله اللي تجي ديات وتجي زوينه ومقرمشه من الداخل، مقرمشه البليطو من برا ومي معلكه من الداخل ما فيهاش اللي دام. كونوا على يقين بانها ناشفه من اللي دام. هذاك الفويطاج اللي درت فيه هذاك اللي دام كيزيدنا واحد البنه اخرى عاوتاني. جات غزاله، ها هو يعني الموصو اللي قطعت اللي جا فيها زوين بزاف. وكنشكركم وكنشكركم الدعم ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في حلقه مقبله باذن الله، والسلام عليكم.